معي نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري ديما موسى. ديما اهلا بك. نبدا من حيث الاتصال اللي جرى ما بين نائب وزير الخارجيه الروسي ونصر الحريري، ان كان هناك اي معلومات الى ماذا تم التطرق في مثل هذا الحديث. السلام عليكم اولا وتحياتي لكل المشاهدين ولك السيد استاذ محمد. طبعا التواصل هو حول اخر التطورات واين نحن من العمليه السياسيه للتكلم عن اخر ما يحصل ونؤكد التزامنا بالقرار 2254 والذي روسيا تقول انها ايضا هي ملتزمه به، ولكن ما يحصل طبعا لا هو يدل على شيء مختلف. ولكن ضروره هذه الاتصالات وبالاخص كما حسب الموضوع الذي كنت تتكلمون عنه مع الضيف السابق، الوضع في ادلب والكارثه الانسانيه التي يمكن ان تحصل في حال كان هناك عملية عسكرية من قبل النظام بمساعدة حلفائه ومنها روسيا طبعا. هل ما زال هناك متسع للحديث اذا عن اي مفاوضات سياسية؟ يعني في ظل ما يحدث على الارض من انجازات عسكرية لصالح النظام حاليا. طبعا العملية السياسية نحن هذا عملنا وهذا ما نريد ان يكون المسار الذي نعمل عليه للوصول لحل لما يحصل في سوريا، لوقف الجرائم التي تحصل، وفي الآخر الحل السياسي ليس هو خيارنا، هو كان خيار النظام وخيار حلفائه، ونحن ما زلنا ملتزمون بالعملية السياسية، لأننا إذا أردنا أن نصل إلى سوريا المستقبل هذا لن يحصل إلا عن طريق تطبيق القرارات الدولية، وهذا يحصل في جنيف. لا ماشي، بس يعني نقطة الارتكاز بالنسبة إليكم الآن باعتبار أنه الوقائع على الأرض ليست لصالحكم. هي ليست لصالحنا ربما، ولكن نحن ما زلنا هناك لدينا التزام تجاه الشعب، تجاه الناس الموجودين في بالاخص في ادلب، تجاه المعتقلين الذين ما زالوا في اقبيه الفروع الامنيه، تجاه اللاجئين والمهجرين، وهذا لن نستطيع ان نساعد اولئك الاشخاص والشعب السوري الا بالالتزام بالمسار السياسي. نحن طبعا لانه كما تعلمون يعني روسيا الان تحاول ان تسوق لموضوع اعاده اللاجئين ضمن مبادره من طرفها، وهذا لا يمكن ان يحصل الا اذا كان هناك حل سياسي شامل. طب هناك تخوف الان من مساله يعني الكيميائي، انه فيما يعني تتخوف بعض مصادر المعارضه بانه النظام بالفعل بدا ينقل بعض المواد السامه الى مناطق قريبه يعني من ادلب. ربما الروس من الان يتهموا جهات غربيه بالتعاون مع جماعات يعني مسلحه في الداخل بانه قد يقوموا هم بعمليه استخدام مواد سامه لالصاقها بالنظام. طبعا هذا ليس بالجديد، النظام وروسيا سبق وان اتهموا اطراف من المعارضه باستخدامها الكيماوي، ولكن ما يعرفه الجميع ان النظام هو من استخدم الكيماوي، هو مسؤول عن عدد كبير من الضحايا بسبب استخدام الاسلحه الكيماويه، هناك اكثر من 215 حادثه استخدام كيماوي من قبل النظام، وهم دائما يحاولون ان يضعوا المسؤولية على جهات أخرى، ولكن هناك إثباتات، هناك تقارير دولية تثبت أن النظام من هو المسؤول عن هذه الهجمات، أنه هو الذي يمتلك القدرة والأسلحة الكيماوية بهذا الكم وبهذه النوعية والتي تم استخدامها في مناطق مختلفة في سوريا، كان آخرها في الغوطة الشرقية قبل عدة أشهر قبل تهجير أهل الغوطة. وطبعا كما تعرفون روسيا أوقفت
وعرقلت التقرير الذي خرج من اللجنة المختصة عبر الفيتو في مجلس الأمن. هذا ليس بالجديد، وهم يستخدمون هذه المرة يستخدمون مرة أخرى يعني التهديد أو أنهم يتوقعون أن الأسلحة الكيماوية ستستخدم أولا لزرع الخوف بين أهالي إدلب الذين هم بكل أحوال لا يعرفون مصيرهم حاليا في حال قام النظام بعملية عسكرية، وأيضا في البعض يتوقع أن النظام هو سوف يستخدم الأسلحة الكيماوية، ومن الآن يبدأ بوضع المسؤولية على أطراف أخرى. ولكن هناك أيضا تقارير من جهات مختصة تقول أن هذه المواد الكيماوية والأسلحة الكيماوية التي تم استخدامها في سوريا لا يمكن طبخها في مطبخ عادي، هذه تحتاج إلى مخابر على مدعومة من جهات ومؤسسات كبيرة، وتحتاج لموارد لا يمكن أن تمتلكها الأطراف الموجودة على الأرض. هناك تخوف يعني لدى الكثيرين من أي عملية قد تحدث في محافظة إدلب يعني ومناطقها، وما هناك من يقول بأنه ستكون الأكثر كارثية فيما لو حدثت. بالتأكيد هي ستكون الأكثر كارثية، لأن كل التهجير الذي حصل في المناطق الأخرى في سوريا، وعندما اختار حتى في المناطق التي على أساس تم تسميتها بمصالحات وأن الأهالي هم من أرادوها، عندما أعطي الخيار اختاروا ألا يبقوا في مناطق يسيطر عليها النظام، وخرج أغلب أولئك الأشخاص إلى مناطق أخرى ومنها إلى إدلب. فالآن إدلب هي سوريا مصغرة، فيها مهجرين من كافة أنحاء سوريا في هذه المنطقة الشمالية الغربية التي تشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظة حلب وحما. هناك تقريبا 4 ملايين نسمة، هذا الرقم في حال حصل أي عملية عسكرية، إذا كان هناك أي نوع من الهجوم الذي اعتدنا عليه من النظام بمؤازرة جوية من قبل روسيا، ستكون كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة. لا يوجد أي مكان يمكن أن يلجأوا إليه أولئك الأشخاص، لأن إدلب هي آخر ملاذ للسوريين داخل الحدود السورية. نعم، شكرا لك من إسطنبول نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري ديما موسى.